قالت مصادر في المقاومة الشعبية في مدينة مأرب إن العشرات من الحوثيين وقوات الصالح لاذوا بالفرار من جبهات القتال هناك بعد التقدم الذي أحرزته المقاومة والجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف في الجهة الغربية من المدينة. وأضافت المصادر أن المقاومة غنمت عشرات الدبابات والصواريخ بالإضافة إلى عربات وآليات مختلفة في منطقة سد مأرب بعد سيطرتها على السد بشكل كامل قبل يومين.